كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نوى الفريق الرجاء ان شاء الله يربح في هذه المباراة ديالو، والفريق الرجاء فريق كبير، كنظن انهم يديو هذا وكنتمنوا لهم الربح لانه هو فريق كبير ومزيان وحنا كنحبوه. نبغى تكون شي 3-0 فريق الرجاء 3 والفريق المنافس 0. كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله، وغادي يكونوا غالبين ولا يخرجوا بالتعادل. كنتمنى لهم يفوزوا، كنتمنى الفوز لهم حيت هو نادي كبير وعزيز علينا، تيعجبنا النادي ديال الرجاء. نتمنى الرجاء حد سعيد ونمثل المغاربه احسن تمثيل، ورجاء فريق عالمي ما بعيدش عليه. هذا النهائيات دائما كيشرفنا في النهائيات، وكنتمنى له واحد الموفق. كنظن 1-0 بيتا كلوب. الرجاء فريق كبير في المغرب، كيشرف المغرب، وراه دابا عالمي معروف، وكنتمناو له يربح والنجاح ديالنا ان شاء الله. ربحوا 3-4-0، المهم رابحة ديما الرجاء. كنتمنى له باش يفوز بكأس افريقيا اللي تكون في كينشاسا. هذا كنعطي له 99% باش ياخذ اللقب ديال كأس افريقيا. النتيجة غادي نخرجوا بين الجوج الواحد لهذه الناحية هذه.